السلام عليكم يا جماعة، يعطيكم العافية جميعا. دفعة 2022، بعرفكم نفسي مرة ثانية، أنا محمد صمادي، ممثل دفعة سنة ثالثة، وإن شاء الله في هذا الفصل راح أكون معكم في شرح كامل مساق لاب البيو. وفي هذا الفيديو راح نبدأ في شرح المحاضرة الأولى من محاضرات لاب البيو، واللي بتحكي عن موضوعين. الموضوع الأول اللي هو موضوع الميكروسكوبات، وهذا هو الموضوع اللي بيهمنا في هذه المحاضرة. والموضوع الثاني اللي هو اللاب سيفتي، وهذا الفصل تحديدا اللاب سيفتي موضوع مش مهم، ما راح يكون في عليه تركيز. قبل ما نبدأ بشرح المحاضرة، بس هيك عم نحكي لمحة بس هيك عن موضوع اللاب سيفتي وإيش قصته بالضبط. هسه موضوع اللاب سيفتي هو بيحكي عن إرشادات السلام العامة اللي إحنا لازم نتبعها أثناء تواجدنا في المختبر. وللأمانة الفصول الماضي كان عليه نسبة كويسة من الأسئلة خاصة بالكويزات أو بالامتحانات، لكن في هذا الفصل الدكتورة ريهان بنيهاني أنا كنت عندها الأسبوع الماضي وحكت لي إنه إن شاء الله ما رح تجيب عليه ولا أي سؤال، لأنه مواضيع المادة أولى بأنها تتغطى من أهم من اللاب سيفتي. لكن للاحتياط، فيما لو الدكتورة نسيت الموضوع، أو فيما لو الدكتورة غيرت رأيها وقررت تدخل اللاب سيفتي، أنا شملت لكم موضوع اللاب سيفتي في التفريغ وحطيت لكم إياه بنهاية الملف، وراح نمر عليه بنهاية الفيديو إن شاء الله هيك مرور سريع على أساس نغطي المواضيع المهمة، وبحيث إنه تقرأوا قراءة سريعة، وإن شاء الله ما راح يأخذ منكم 10 دقائق. فنبدأ بشرح المحاضرة. لا، بس آخر نقطة برضو قبل ما نبدأ في الشرح، مادة اللاب البيو صراحة صح انها مادة بسيطة، لكنها يعني هي من المواد اللي بتجبرك انك تدرسها يعني غصبا عنك. ليش؟ لانه في كويز كل اسبوع. هسه هذا الاسبوع انتم راح تاخذوا تجربة الميكروسكوبات وجاهي، الاسبوع اللي بعده بيكون عندكم كويز بتجربة الميكروسكوبات، والاسبوع اللي بعده بيكون في كويز بالتجربة اللي انتم اخذتوها تجربة رقم 2، وهكذا. فلازم تدرسوها اول باول، وانا ان شاء الله يعني راح اخليكم تمشوا مع الدكتورة. يعني هاي الشرح نزل وانتوا لسه بعدكم مش ماخذين المحاضرة وجاهي، لكن السلايدات صارت نازلة على الـ e-learning، فيعني ان شاء الله تبعوا بس على الملفات اللي بنزلها اول باول، وان شاء الله يعني راح تكون اموركم بالسليم وما راح تتغلبوا ابدا ابدا بالمادة. طيب نبدأ بالشرح، وراح نحكي بالبداية عن موضوع الميكروسكوب. طيب لو اجيت عليك وسألتك ايش هو الميكروسكوب، يعني هيك بلغتك البسيطة احكي لي ايش تعريفك للميكروسكوب، راح تحكي لي ببساطة انه الميكروسكوب هو عبارة عن جهاز او اداة انا بستخدمها مشان اقدر اشوف اشياء صغيرة. طيب احكي لك ممتاز، خلينا نحكي هذا الحكي بس بالانجليزي، هذا هو التعريف الصحيح، بس خلينا نحكي بالانجليزي. بحكي لك الميكروسكوب هو عبارة عن an instrument، يعني هو عبارة عن شو؟ عن اداة. used to see objects or part of objects، تستخدم لرؤية عينات او اجزاء من العينات. ايش مالها هاي العينات؟ صغيرة جدا، are too small to be seen by naked eye، هي صغيرة جدا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجرد. طيب هسه رح نحكي عن مجموعة مصطلحات بتهمنا في أثناء تعاملنا مع الميكروسكوبات. المصطلح الأول اللي هو إيش؟ التكبير، الماجنيفيكيشن. إيش يعني ماجنيفيكيشن أو إيش يعني التكبير؟ ببساطة لما نحكي إحنا إنه إحنا كبرنا الصورة بمقدار 10 أضعاف، هل إحنا كبرنا العينة بمقدار 10 أضعاف ولا إحنا كبرنا صورة العينة 10 أضعاف؟ إحنا أكيد ما تحكمنا بالعينة، يعني العينة ضل حجمها ثابت، إحنا زدنا حجم الصورة، قدرت أنا أشوف العينة أكبر من حجمها الحقيقي 10 أضعاف، فهذا هو التكبير. التكبير هو عبارة عن نسبة، هو عبارة عن شو؟ عن ريشيو. طيب نسبة بين شو وشو؟ هو عبارة عن نسبة بين الحجم اللي أنا بشوفه تحت الميكروسكوب، يعني حجم الصورة مقارنة بحجم العين الحقيقي. فالماجنيفيكيشن هو عبارة عن ريشيو between إيش؟ of the size of the image، يعني حجم الصورة اللي أنا بشوفها تحت الميكروسكوب مقارنة بإيش؟ بحجمها الحقيقي، مقارنة بحجم الأوبجكت الحقيقي. طيب في عندي قانون صغير هنا، هذا القانون بيحكي عن قوة التكبير الكلي، بيحكينا total magnification أو التكبير الكلي، يعني مقدار التكبير الكلي يساوي إيش؟ يساوي magnification of ocular lens ضرب magnification تبع objective lens. إيش يعني ocular lens وإيش يعني objective lens؟ طيب خلونا نشوف هاي الصورة مشان نعرف إيش يعني ocular lens وإيش يعني objective lens، لأنه أكيد ما فهمتوا إيش القانون بالضبط. هسا هذا هو الميكروسكوب، تمام؟ أنا بحط العينة، خلينا نغير اللون، أنا بحط العينة هون، عندي هاي عدسة، هاي لينس، هاي عدسة، هاي لينس برضه. طيب إيش هاي اسمها وإيش هاي اسمها؟ هسا أنا بحط العينة هون، هاي العدسة القريبة من الإشي اللي أنا بدي أشوفه بسميها العدسة الشيئية، ها العدسة القريبة من الإشي اللي أنا بدي أشوفه اسمها العدسة الشيئية، إيش اسمها؟ Objective lens. طيب والعدسة القريبة من عيوني اللي أنا بحط عيوني هون، ايش اسمها هاي العدسه؟ اسمها اوكيولار لينس او اي بيس لينس. ايش يعني؟ يعني عدسه عينيه.
فأنا عندي بالميكروسكوب اللي أنا بستخدمه بالمختبر عندي عدستين، عدسة قريبة من عيوني أو بحط عيوني عليها بسميها ocular lens أو eyepiece lens، والعدسة الثانية اللي بتكون قريبة من الإشي اللي بدي أشوفه بسميها objective lens. طيب مقدار التكبير الكلي شو يساوي؟ مقدار التكبير الكلي يساوي حاصل ضرب قوة التكبير للعدسة الأولى ضرب العدسة الثانية، يعني بناتهم ضرب مش جمع. طيب ليش ضرب مش جمع؟ لأنه ببساطة هسا أنا لما أحط العينة هون، تمام، خلينا نفترض أنه حجمها أو طولها 1 سنتي. طيب هسا لما أنا أستخدم هاي العدسة الأولى اللي هي الأوبجكتيف لينس، هاي العدسة لما أنا بدي أستخدمها راح تنعكس الصورة هون. هاي الصورة الحدسة وين؟ هون. أنا لساتني بعدني مش شايف الصورة، أنا بحط عيوني هون عشان أشوف الصورة. الصورة الحدسة متكونة هون، تمام. طيب هسه هاي العدسة أكيد راح تكبر لي حجم الصورة، خلينا نفترض إنه كبرت لي إياها 10 أضعاف، صار حجم العينة 10 سنتي. طبعا هاي أرقام هيك خيالية يعني. طيب صار حجم العينة هون قديش؟ 10 سنتي. طيب هسه أنا بدي أستخدم هاي العدسة، أنا بدي أحط عيوني على هاي العدسة، تمام. هاي العدسة هي بتشوف العينة ولا بتشوف صورة العينة؟ أكيد بتشوف صورة العينة، ما بتشوف العينة نفسها. العدسة اللي بتشوف العينة نفسها سميناها objective lens. الأوكيلر لينس بتشوف صورة العدسة، صورة العينة عفوا. فهاي الأوكيلر لينس العدسة القريبة من عيوني بتشوف صورة العينة اللي طلعتها الأوبجكتيف لينس. فعلى فرض إنها راح تكبرها برضو 10 أضعاف، فهي راح تكبر الصورة 10 أضعاف. الصورة قديش كان عندي هون العينة بالصورة؟ 10 سنتي. طب لو بدي أكبرها 10 أضعاف صارت 100 سنتي. لهذا السبب إنه ليش ضرب ليش مش جمع، فركزوا عليها. لأنه مرات بيجيب لك ضع دائرة عادي، بيحكي لك بكتب لك القانون، بيحكي لك انه حاصل جمعهم، وهذا الشيء غلط طبعا. انه هو الإجابة الصحيحة او القانون الصحيح هو حاصل الضرب مش حاصل الجمع. طيب نمسح هون ونرجع على المصطلحات. هيك حكينا عن التكبير وحكينا عن القانون اللي أنا بستخدمه اللي هو Total Magnification أو التكبير الكلي، واللي يساوي Ocular Lens Magnification تبع Ocular Lens ضرب تكبير Objective Lens. طيب المصطلح الثاني اللي إحنا هسه بدنا نحكي عنه اللي هو موضوع الكونتراست. إيش يعني كونتراست؟ كونتراست يعني التباين. إيش يعني تباين؟ التباين ببساطة انك انت تقدر تشوف تفاصيل العينة مقارنة بالخلفية الموجودة خلف العينة. طيب خلونا نوضح الصورة هاي بشكل احسن. هاي عندي هون، هاي شايفين هاي الصورة؟ انا شايف هون تفاصيل المظلة الملونة بشكل احسن من باقي تفاصيل المظلات. ليش؟ لانه لونها مميز عن لون الخلفية، فهنا تباينها بحكي انه تباين تبع المظلة الملونة اكبر من التباين تبع باقي المظلات. فهذا هو تعريف التباين. طيب فهو بحكي لك التباين او الكونتراست هو عبارة the ability to see a particular details against its background. طيب هو ability قدرتك انك تشوف to see a particular details تفاصيل العينة مقارنة بايش؟ مقارنة بالباك جراوند تاعية العينة. طيب هسا احنا قبل شوي ورجيتكم صورة المظلة الملونة، اكتشفنا انه لانه لونها مميز او لونها مختلف عن الباك جراوند تاعتها زاد التباين تبعها مقارنة بباقي المظلات وقدرت اشوف تفاصيل اكثر. طيب معناته بهاي الحالة لو اجيت سألتك سؤال انه كيف ممكن احنا نزيد التباين، ببساطة الجواب ايش بيكون؟ انه احنا بنقدر نزيد التباين من خلال استخدام الصبغات. لانه لما انا استخدم صبغة على العينة انا اعطيتها لون مختلف او لون مميز، هذا الاشي بيزيد التباين، فانا بقدر اشوفه مقارنة بالخلفية الموجودة خلفها اللي هي اصلا يعني ما تلونت او كان لونها غير عن اللون اللي انا استخدمته في الصبغة. فهون بحكي لك انه we can use stain. stain يعني صبغة. to increase it لزيادة التباين احنا بنستخدم stain، نستخدم صبغات. طيب المصطلح الثالث اللي هو resolution. ايش يعني resolution؟ resolution هو الدقة، تمام. ايش يعني الدقة؟ طيب هسا شايفين هاي النقطة هون، هاي هون هون هون، هاي النقطة اللي باللون البنفسجي هاي شايفينها؟ طيب هسا انا من بعيد شايفة نقطة صح؟ او اجيت كبرت عليها انا بشوفه هون هيك عبارة عن نقطتين منفصلات. طيب هذا هو تعريف الدقة ببساطة، قدرة الميكروسكوب انه يشوف نقطتين قريبات كثير من بعض على انهم نقطتين منفصلات مش نقطة واحدة. هذا هو تعريف الدقة. يعني الدقة هي the ability of a microscope، هي قدرة الميكروسكوب على ايش؟
على انه يشوف نقطتين قريبات من بعض to show two closely lying points, يعني نقطتين قريبات من بعض كثير, as two distinct points, على انهم نقطتين منفصلات مش نقطة واحدة. طيب هسا انا مشان قدرت اميز انهم هذول النقطتين منفصلات مش نقطة واحدة, انا استخدمت انه صرت اكبر بالصورة مشان اقدر اشوفهم انهم نقطتين منفصلات مش نقطة واحدة. طيب معناته ايش؟ الدقة كيف زادت؟ زادت بالتكبير. فهو بيحكي لك انه it increases with magnification, مع التكبير الدقة بتزيد لانه انا بقدر اميز انهم نقطتين منفصلات مش نقطة واحدة. طيب هيك حكينا عن ثلاث مصطلحات, في عندنا ضل مصطلحين. المصطلح الرابع اللي هو الميكروسكوبيك فيلد. ايش هو الميكروسكوبيك فيلد؟ ببساطة هو مجال الرؤية. طيب هسه خلينا نوضح ايش يعني مجال الرؤية. شايفين الصورة هاي؟ على فرض انا حطيت انه بدي اشوف العينة هاي, تمام؟ هاي انا استخدمت الميكروسكوب وطلعت معي الصورة هاي. لو سألتك ايش هسه ايش هي مجال الرؤية لإلك؟ ها مجال الرؤية بالنسبة إلي هو هون, ها من هون من هون لهون, هذا هو مجال الرؤية, تمام؟ طب انا لو بلشت اكبر بالميكروسكوب اكثر واكثر, بلشت بدي اشوف تفاصيل معينه هون, وين مجال الرؤيه صار؟ مجال الرؤيه صار هون, كل شيء انا بقدر اشوفه, كل شيء بقدر اشوفه بسميه مجال الرؤيه, تمام؟ بس هون مجال الرؤيه لما انا كبرت اكثر صرت اشوف اشياء بدقه اكثر, صح اني شفت بدقه اكثر, لكن مجال الرؤيه صار اصغر. ليش؟ بالاول كنت انا شايف هذا المربع البرتقالي الكبير, بس لما كبرت اكثر صرت اشوف اجزاء صح دقة أكثر, لكن مجال الرؤية صار أضيق مشان أقدر مشان يمكنني إني أشوف التفاصيل معينة بدقة أكبر. فهي مجال الرؤية, مجال الرؤية هو الإشي اللي أنت قاعد بتشوفه بالميكروسكوب هسا, هو المجال اللي أنت بتشوفه بالميكروسكوب هسا. طيب لاحظنا إنه إيش قل لما أنا استخدمت التكبير, لما أنا كبرت صح زادت الدقة بس المجال الرؤية صار أقل. طيب الميكروسكوبيك فيلد هو the part of the specimen can be seen under the microscope, هو جزء من العين الذي يمكن رؤيته تحت الميكروسكوب الآن. وبحكي لك انه decrease with magnification, هو قل مع الماجنيفيكيشن مع التكبير. اكيد اما انت بدك تكبر راح تشوف راح تصير تشوف تفاصيل معينة, بس باقي التفاصيل انت بطل تركيزك عليها وتبطل تقدر تشوفها لانك كبرت على جزء معين, فهي بتقل مع الماجنيفيكيشن. المصطلح الخامس اللي هو بيحكي عن الوركينج ديستانس. طيب ايش هو الوركينج ديستانس؟ ديستانس يعني مسافة. طيب مسافة بين شو وشو؟ هي المسافة بين الاوبجكتيف لينس وبين العين, هاي العينة هاي الاوبجكتيف لينس, المسافة بيناتهم هاي بسميها الوركينج ديستانس. طيب هاي هون مثال على الوركينج ديستانس, هاي هون انا بحط العينة هون شوي, هاي انا بحط العينة هون, هاي العدسة, المسافة هاي هي عبارة عن الوركينج ديستانس. طيب بلاحظ انه انا لما استخدم عدسة اكبر الوركينج ديستانس قاعد بيقل. هون لما كانت العدسة قوة التكبير تبعها 4 كانت الوركينج ديستانس اكبر من الوركينج ديستانس تبع العدسة اللي قوة التكبير تاعيتها 10, واكبر من العدسة اللي قوة التكبير تاعيتها 40. حسب المختبر الميكروسكوب في عنده اكثر من اوبجكتيف لينس, في عندنا عدسة قوة تكبيرها 4 هيك بالعادة, وعدسة قوة تكبيرها 10, عدسة قوة تكبيرها 40. العدسة كل ما كانت قوة التكبير تاعيتها أكبر كل ما كان حجمها أكبر, لما يكون حجمها أكبر معناته الوركينج ديستانس المسافة بين العينة وبين العدسة بده يصير أقل لأنه الحجم تبع العدسة صار أكبر. فالوركينج ديستانس هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن ديستانس بين إيش؟ بين الأوبجكتيف لينس اللي هي هاي وبين السبيسيمين اللي هي العينة, فالمسافة بين العينة والأوبجكتيف لينس هي الوركينج ديستانس. ولاحظنا إنه بالتكبير بتقل, عفوا بتقل الوركينج ديستانس. ليش؟ لانه انا بستخدم بالتكبير انا بستخدم عدسه اكبر, لما استخدم عدسه اكبر معناته حجمها اكبر, قوه التكبير تاعيتها اكبر حجمها اكبر, فبتقل المسافه بين السبيسيمين بين العينه وبين الاوبجكتيف لينس. طيب في عندي قانون, وهسه بس خلي هذا القانون شوي على جنب مشان نرجع له بعدين نحل عليه سؤال, بس ببساطة عشان نأخذ عنه لمحة. القانون بيحكي لك إنه magnification اللي هي M1 ضرب DFV1 يساوي M2 ضرب DFV2. طيب إيش يعني M1؟ M1 اللي هي قوة التكبير للعدسة الأولى. على فرض إنه أنا عندي عدستين بدي أشوف أحسب, هسا كيف بدي أحكي لكم السؤال؟ المشكلة إنه هاي بدها سؤال عشان أفهمكم إياه, بس أنا كاتب لكم السؤال بآخر الملف. طيب هسا هاي العدسة على فرض إنه أعطاني بالسؤال عدسة معينة, حكى لي إنه العدسة قوة تكبيرها 4 ومجال الرؤية كان مثلاً 20, تمام؟ ف
فكم تكون قوة تكبير العدسة الثاني إذا كانت مجال الرؤية تبعها 5 مثلا؟ فاهمين كيف؟ فأنا بحط هذا القانون اللي هو M1 اللي هو قوة التكبير للعدسة الأولى ضرب مجال الرؤية للعدسة الأولى يساوي قوة التكبير للعدسة الثاني ضرب مجال الرؤية للعدسة الثاني. فخلينا نحل السؤال هسه. على فرض أنه أعطاك على فرض أنه أعطاك العدسة الأولى حكى لك أنه الأم 1 يساوي كانت قوة التكبير تبعيتها 4 ماشي، والمجال الرؤية تبعها كان قديش 20. حكى لك أنه حسب لي في عندي عدسة ثانية أنا مش عارف قديش قوة التكبير تبعيتها إذا كان مجال الرؤية تبعها قديش، بدنا نحكي إذا كان مجال الرؤية تبعيتها 8 مثلا. طيب فانت بتحكي له ببساطه صح ان القانون بايخ وتعويض الرياضيات واحنا صف سادس، بس بيجي عليه كثير اسئله. يعني هذا القانون التافه هذا اللي شايفينه هيك هذا بيجي عليه اسئله كل سنه، كل سنه بيجي عليه سؤال. طيب تحكي له انه 4 ضرب 20 يساوي 8 ضرب ام 2. طيب معناته الام 2 كم تساوي؟ الام 2 تساوي 80 على 8 وتساوي 10. فبتقول له انه قوة التكبير تاعت الام 2 العدسة الثانية هي 10. هيك حكينا وحلينا السؤال بالمرة، مش راح نرجع لها بعدين. طيب هسا بدنا نحكي عن انواع الميكروسكوبات. طيب هسا بالبداية صنفوا الميكروسكوبات على اساس هيك تصنيف بسيط، حكوا انه خلينا نصنف الميكروسكوبات بناء على عدد العدسات الموجودة في كل ميكروسكوب، فصنفوها قسموها لقسمين. قسم بيكون في عدسة واحدة وهذا بنسميه يعني عدسة واحدة معناته بسيط مركب بسيط يعني هذا بيكون، فهذا بسميه سيمبل ميكروسكوب. سيمبل ميكروسكوب هو عبارة عن ميكروسكوب فيه عدسة واحدة. في عندنا الكومباوند ميكروسكوب، كومباوند يعني مركب، فالكومباوند ميكروسكوب هو الميكروسكوب المركب معناته فيه اكثر من عدسه واحده، في مجموعه عدسات او خلينا نحكي في عدستين. طيب فعندنا بناء على عدد اللينسز نقدر نصنف الميكروسكوبات لصنفين، في عندي السيمبل ميكروسكوب وفي عندي الكومباوند ميكروسكوب. السيمبل ميكروسكوب بما انه هو البسيط وهو الابسط والاقل تعقيد معناته هم اللي اخترعوه بالبدايه، فهو الفيرست مايكروسكوب تو بي جنريتد، يعني هو اول مايكروسكوب تم اختراعه، بتكون من سنجل لينس عدسه واحده، واللينس هاي بتكون كونفكس، والقوه التكبير تاعيته بتكون من 200 ل 300 ضعف. قوه التكبير تاعت السيمبل مايكروسكوب بتكون من 200 ل 300 ضعف. طيب بالنسبه للكومباوند مايكروسكوب حكينا ايش الفرق الاساسي بيناتهم؟ عدد العدسات. فكم عدد العدسات الموجوده بالكومباوند مايكروسكوب؟ عدستين اللي هم تو لينسز. طيب بحكي لك انه السكند لينسز، السكند لينس بتكبر الصوره تاعيت الفيرست لينس، وهذا الشيء حكيناه قبل شوي لما حكينا كيف التوتال ماجنيفيكيشن كان ضرب مش جمع، انه حكينا انه العدسه الثانيه بتكبر صوره العدسه الاولى. طيب بحكي لك the second lens magnifies the image of the first and they may binocular and mononocular. ايش يعني binocular وايش يعني mononocular؟ باي يعني اثنين، مونو يعني واحد. طيب ايش يعني binocular mononocular؟ هسه هون بالميكروسكوب هاد شايفين العدسة اللي أنا بحط فيها عيوني اللي هي الأوكيلر لينس، سميناها أوكيلر لينس، هاي العدسة، هاي العدسة. هذا الميكروسكوب فيه تو أوكيلر لينس، يعني هون أنا بقدر أحط عيون الثنتين، هذا أسميه باي نوكليير. طيب مونو نوكليير إيش بيكون؟ بيكون في مجال بس إني أحط عين واحدة، هاي بسميه المونو نوكليير. بس انتبهوا اني احط عين واحده او يكون في مونونوكليير لا يعني انه هذا صار سيمبل ميكروسكوب، انه صار في عدسه واحده. احنا صنفناهم سيمبل وكومباوند ليش؟ لانه هنا في عندي عدسه هون اللي هي النوكليير الاوكليير، في عندي عدسه هون اللي هي الاوبجكتيف، تمام؟ مش انه مثلا بس اني بقدر احط عين واحده معناته هاي صار سيمبل ميكروسكوب، لا. طيب نرجع فوق. طيب هسه الكومباوند مايكروسكوب لاي درجه بيقدر يكبر؟ بيقدر يكبر الصوره للعينه لحوالي 1200 ضعف. السيمبل كان من 200 ل 300، الكومباوند كان ل 1200. هون بحكي لي جمله غريبه، بحكي لي انه الريزوليوشن تاعيته قليله. طب احنا قبل شوي حكينا انه الريزوليوشن تزداد مع قوه التكبير، واحنا بنحكي انه قوه التكبير تاعيته 1200. طب كيف صارت الريزوليوشن اقل؟ يعني كيف الريزوليوشن اللي هي الدقه كيف صارت اقل؟ هاي الجمله يا جماعه بس هي
مقارنة بالميكروسكوبات اللي راح نحكي عنها لقدام، يعني مش مقارنة بالسيمبل مايكروسكوب، لا هي مقارنة بالميكروسكوبات اللي راح نحكي عنها لقدام، لأنه راح نحكي هسه عن قوة تكبير تصل لملايين، مش في 1200، تصل لملايين، ف1200 مقارنة لمليون يعني فرق، فبتكون مقارنة دقة تعيت الكومباوند مايكروسكوب مقارنة بالمايكروسكوب اللي قوة التكبير تبعه مليون أكيد أقل. طيب هسا احنا صنفناهم هنا التصنيف الاول سيمبل وكومباوند بناء على شو؟ بناء على عدد العدسات الموجوده في الميكروسكوب. طيب لو بدنا نصنفهم تصنيف ثاني اللي هو حسب الاشي اللي بيولد لي الصوره، او حسب الماده اللي بتكون لي الصوره، او حسب الاليه اللي بتكون لي الصوره، ايش راح اصنفهم؟ راح اصنفهم لاربع اصناف اساسيه. الصنف الاول بسميه الاوبتيكال مايكروسكوب، واللي بيستخدم الفيزيبل اور انفيزيبل لايت، يعني بيستخدم الضوء المرئي او غير المرئي، هذا الاوبتيكال مايكروسكوب وله عده انواع. طيب النوع الثاني اللي هو الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب يعني بيستخدم، من اسمه الكترون معناته بيستخدم حزمه الكترونات. الاول الاوبتيكال كان يستخدم ايش؟ كان يستخدم الضوء المرئي او غير المرئي، الالكترون كان يستخدم حزمه الكترونات. طيب الاكس راي من اسمه بيستخدم اشعه اكس، يعني بيستخدم الاشعه السينيه لتوليد الصوره، فهو بيستخدم الاكس راي. طيب والسكاننج او اكاوستيك مايكروسكوب ايش بيستخدم؟ بيستخدم الموجات الصوتيه. هي هذا هو الفرق الاساسي بين الاربع انواع، انه واحده بيستخدم موجات صوتيه، واحده بتستخدم اشعه اكس، واحده بتستخدم الضوء المرئي او غير المرئي، والرابعه ايش بتستخدم؟ حزمه الالكترونات. طيب خلينا نحكي عنهم بالتفصيل. الاوبتيكال مايكروسكوب حكينا انه هو بيستخدم عشان يولد الصوره الفيزيبل لايت او الانفيزيبل لايت، عشان يولد الصوره، وله عده انواع. النوع الاول اللي هو الكومباوند مايكروسكوب اللي حكينا عنه قبل شوي. هسه الكومباوند مايكروسكوب انه بحكي لك انه العينه السبيسيمين ذات از ماجنيفايد باي ا سيريس اوف لينسز، بسلسله من العدسات، سلسله من العدسات يعني عدستين، اللي هي العدسه الاوبجكتيف، بعدين عندنا العدسه الاوكيلر. طيب القريبه من السلايد، وان نير تو ذا سلايد، واحده بتكون قريبه من السلايد، واحده بتكون قريبه من الشريحه، بس شو سميناها؟ اوبجكتيف لينس، هي بنسميها الاوبجكتيف لينس. والثانيه بتكون قريبه من عيوني، او بتكون قريبه من الاعلى، بتكون بالتوب، يعني بتكون عاليه، بتكون العدسه العلويه هاي، ايش سميناها؟ سميناها الاوكيولار لينس، او سميناها الاي بيس لينس. طيب الضوء هسه هو بيستخدم ايش بالنسبه للكومباوند مايكروسكوب؟ هو بيستخدم الضوء، تمام، بيستخدم الضوء المرئي. طيب هسه الضوء منين بيجي؟ من اعلى العينه ولا اسفل العينه؟ بيجي من هون، بتكون عندي الشريحه، الضوء بيجي من هون، هون عندي الاوبجكتيف لينس، هون عندي الشريحه، الضوء بيجي من تحت، من تحت العين. طيب بيعطينا صوره شو نوعها؟ 2D، يعني 2 دايمنشنال ايمج، 2D يعني ثنائيه الابعاد. صوره ثنائيه الابعاد بتخليني اشوف تفاصيل العينه، ما بتخليني اشوف السطح الثلاثي الابعاد، لا بتخليني اشوف بس تفاصيل العينه او اجزاء العينه. فهي بتكون الكومباوند مايكروسكوب بيعمل صوره 2D. قوه التكبير تاعته قديش حكينا؟ بيوصل ل 1200، بكبر الصوره 1200 ضعف، وعنده لو ريزولفينج باور. لو ريزولفينج باور يعني لو ريزوليوشن، احنا حكينا انه لو ريزوليوشن مقارنه بشو؟ مقارنه بباقي الميكروسكوبات اللي راح نحكي عنها لقدام ان شاء الله. طيب بس لو سالك مقارنه بالسيمبل مايكروسكوب اكيد هو الريزوليوشن تاعيته احسن لانه قوه التكبير تاعيته اكبر. طيب النوع الثاني من انواع الاوبتيكال مايكروسكوب، احنا حكينا النوع الاول ايش كان؟ كومباوند مايكروسكوب. النوع الثاني من انواع الاوبتيكال مايكروسكوب ايش كان؟ الستيريو مايكروسكوب. طيب الستيريو مايكروسكوب احنا حكينا الشيء الاساسي بيناتهم هذول هاي الاربع اصناف، الكومباوند، ستيريو، والفيس كونتراست، والليزر سكانينج. هذول كلهم بيستخدموا اما ضوء مرئي او ضوء غير مرئي، كلهم يتبعوا لنوع واحد بنسميه الاوبتيكال مايكروسكوب. طيب هسه الستيريو مايكروسكوب ايش بيميزه عن الكومباوند مايكروسكوب؟ اول شيء لو بدنا نقارن بيناته بين قوه التكبير، حكينا الكومباوند مايكروسكوب قوه التكبير تاعيته 1200، الستيريو مايكروسكوب بيكون قوه التكبير تاعيته اقل بكثير، يعني من 10 ل 50 ضعف بس، بالتالي الريزوليوشن او الوضوح تاعيته او الدقه تاعيته بتكون اقل من الكومباوند مايكروسكوب. طيب هسه هو بيحكي لك ايش؟ انه العينه بتكون الضوء منين بيجي للعينه؟ عكس الكومباوند مايكروسكوب، احنا بالكومباوند مايكروسكوب كان هون العينه، هون الضوء يجي من الاسفل للاعلى، هون بالعكس الستيريو مايكروسكوب بيجي الضوء من، يعني بيجي ابوف، بيجي من الاعلى. طيب
هذا متى بستخدم انا الستيريو مايكروسكوب؟ بستخدمه مع الاوبيك سبيسيمن. طيب اوبيك معناتها ايش؟ معناتها غير شفافه، فانا بستخدم الستيريو مايكروسكوب لتصوير الاجزاء او تصوير العينات الغير شفافه، هذا هو شرط الستيريو مايكروسكوب. طيب ايش الصوره اللي بتطلع لي اياها الستيريو مايكروسكوب؟ بيطلع لي صوره بتكون ثلاثيه الابعاد، بيطلع لي 3D، فهو بيطلع لي الجزء الخارجي او التفاصيل الخارجيه، السطح الخارجي، فبيطلع لي صوره 3D. بالكومباوند مايكروسكوب كانت تطلع عندنا الصوره 2D. طيب الماجنيفيكيشن، حكينا انه الماجنيفيكيشن تاعيت الستيريو مايكروسكوب بتكون بين 10 ل 50 ضعف، ومقارنه بالكومباوند مايكروسكوب بيكون الوضوح تاعيته اقل. ليش؟ لانه قوه التكبير تاعيته اقل، فبيكون lower resolution than compound microscope. طيب النوع الثالث من انواع الاوبتيكال مايكروسكوب اللي هو الفيس كونتراست مايكروسكوب. طيب فيس كونتراست مايكروسكوب هذا ايش بيستخدم؟ احنا حكينا المبدا العام للاوبتيكال مايكروسكوب للمره الالف انه بيستخدم ضوء اما مرئي او ضوء غير مرئي. طيب الفيس كونتراست مايكروسكوب بيستخدم ضوء، هذا الاشي بيخلي العينه تظهر على صوره وكانه الخلفيه اللي وراها خلفيه معتمه. طيب قوه التكبير تاعيت الفيس كونتراست مايكروسكوب بيكون بيوصل ل 100 ضعف، برضو اقل من الكومباوند مايكروسكوب، ويستخدم لرؤيه الاجزاء الاتيه او العينات الاتيه اللي هي ايش؟ يستخدم لرؤية جماعة الواحد بيشلف لما يصير يشرح بسرعة. المهم يستخدم لرؤية الليكويد سامبل، الليكويد سامبل يعني يستخدم لرؤية العينات السائلة أو العينات اللي فيها ميوعة. طيب the light lit the specimen from the underneath، بيجي الضوء برضو نفس مبدأ الكومباوند مايكروسكوب، بيجي الضوء من أسفل العينة، لكن هذا الإشي بيكون في عندنا بالفيس كونتراست مايكروسكوب في عندنا سبيشال كوندنسر. كوندنسر يعني مكثف بيجمع الضوء، هذا المكثف بيجمع الضوء بطريقة معينة أو بزاوية معينة وبيحجب الضوء بحيث يخليه بس يمر على العينة، فتبين العينة زي كأنها مضيئة مقارنة بإيش؟ مقارنة بالخلفية. طيب تمام، هيك حكينا عن الفيس كونتراست مايكروسكوب. هسه بدنا نحكي عن الليزر سكانينج كونفوكال مايكروسكوب. هنا طبعا اعطاك الاسم الرباعي للمايكروسكوب. ليزر معناته بيستخدم ضوء الليزر، سكانينج معناته هو بيعمل مسح للصوره، كونفوكال معناته هو ثنائي او مجتمع البؤر، يعني البؤر تركيز البؤر بيجتمع على الصوره، ومايكروسكوب معناته مايكروسكوب. طيب ليزر سكانينج كونفوكال مايكروسكوب، حكينا ليزر بيستخدم ليزر بيمز، يعني بيستخدم اشعه الليزر او حزم من الليزر. هاي الضوء الليزر هو بيكون في عندنا بأسفل الميكروسكوب، مصدر الضوء شو بيكون؟ بيكون ليزر، فعندنا لايت سورس، ليزر لايت سورس، بيكون عندنا مصدر الضوء بيكون ليزر، بنزل على الأوبجيكتيف لينس، لكن هون خلينا نحكي لكم إياه، ما بيكون ضوء الليزر من هون، بيكون ضوء الليزر من هون، بيجي من خلال الأوبجيكتيف لينس وبعبر عبر العينة. طب أنا ما دام انه الضوء الليزر بده ينزل من الاوبجكتيف لينس على العينه، طب انا كيف بدي اشوف العينه؟ انت بتشوف العينه ما بتشوفها باستخدام الاوكيلار لينس، لا، بيكون هذا الميكروسكوب مربوط بكمبيوتر على اساس انك انت تقدر تشوف نتيجه هاي الصوره باستخدام الكمبيوتر. فبحكي لك انه هاي الصوره انعكاس هاي الاشعه، ان هاي الاشعه تنعكس على العينه، هذا الشيء على فوكال بلين يعني على سطح العينه، وهذا الشيء بيخليك تقدر تشوف النتيجه وين؟ باستخدام كمبيوتر خاص. طيب عنده هاي ريزوليوشن وعنده هاي كونتراست، عنده تباين عالي اصلا، بما انه بيستخدم اشعه الليزر اكيد حيكون عنده تباين عالي، وعنده هاي ريزوليوشن، عنده دقه عالي. طيب هيك احنا حكينا عن الاوبتيكال مايكروسكوب، لكن ضل عندنا اخر واحد، هذا هيك جاي صغير صغير لكنه مميز للامانه، صوره تاعيته بتكون مميزه. هسه بفرجيكم صوره من صور الفلوريسنس مايكروسكوب، النوع الخامس من انواع الاوبتيكال مايكروسكوب اللي هو الفلوريسنس مايكروسكوب. طيب ايش بيستخدم الضوء؟ بيستخدم ضوء غير مرئي، مثل ايش؟ مثل الالترا فايوليت، الضوء فوق البنفسجي، فمصدر الضوء بيكون انفيزبل لايت، مثل الالترا فايوليت لايت اللي هو الضوء فوق البنفسجي. هذا الالترا فايوليت لايت بيروح على العينه، وايش شرط العينه هون؟ انها تكون مصبوغه، انها تكون ستيند. طيب وذ فلوريسنت داي، هنا اسم الصبغه، ايش اسم الصبغه؟ احنا قلنا العينه لازم تكون مصبوغه، ايش اسم الصبغه؟ فلوريسنت داي. طيب من اسمها فلوريسنس مايكروسكوب، فلوريسنت داي. طيب هذا الشيء بيخلي الضوء يصير مرئي على العينه، يعني الضوء راح ينعكس على العينه، بيزيد الريزوليوشن تاع العينه. طيب فحكينا الفلوريسنس مايكروسكوب بتكون العينه بيستخدم ضوء الترا فايوليت، يعني ضوء فوق البنفسجي، وتكون العينه مصبوغه، واسم الصبغه فلوريسنت داي. خلينا افرجيكم صوره
للفلورسنت مايكروسكوب. هاي الصورة بتكون زي هيك، تحسوا الصورة ماضية يعني، العينة بتكون مشعة. طيب بيحكي لك it is possible to only observe specific area by using different fluorescent labels، باستخدام أشعة ضوئية معينة أو أشعة ضوئية مختلفة أو different fluorescent labels، ملصقات fluorescent خاصة مختلفة، بقدر أنا أشوف أجزاء معينة أو أحط تركيزي بالمايكروسكوب عليها. طيب هيك احنا حكينا عن الاوبتيكال مايكروسكوب. ايش هم الاوبتيكال مايكروسكوب؟ عندنا الكومباوند مايكروسكوب بيستخدم ضوء مرئي، قوة التكبير تاعيته 1200، وحكينا مبدأ عمله. في عندنا الستيريو مايكروسكوب اللي قوة التكبير تاعيته بين 50 ل 100، وحكينا عن الفيس كونتراست مايكروسكوب اللي قوة تكبيره بتوصل ل 100، حكينا عن الليزر سكاننج مايكروسكوب، وحكينا عن الفلورسنس مايكروسكوب. طيب هيك خلصنا الاوبتيكال مايكروسكوب. في عندنا الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب بيجي على نوعين، طبعا كلا النوعين بيستخدموا من اسمهم الكترون، بيستخدم حزمه من الالكترونات. فمبدا عمله انه بيستخدم بيم اوف الكترونز تو فورم ايمج، يعني بيستخدم حزمه من الالكترونات لتكوين الصوره. طيب ايش اسم العدسه؟ العدسه ما بتكون عدسه زجاجيه زي باقي الميكروسكوبات العاديه، لا، انما بتكون العدسه هون بتكون العدسه الكتروماجنتيك، يعني عدسه الكترونيه ممغنطه، بدلا من استخدام العدسات الزجاجيه. طيب عنده هاي ريزولفينج باور، يعني عنده دقة عالية. بما انه عنده دقة عالية معناته قوة التكبير تاعيته كثير عالية. طيب قديش ممكن توصل قوة التكبير؟ حسب نوع الالكترون مايكروسكوب. احنا حكينا الالكترون مايكروسكوب مقسوم لنوعين، النوع الاول بسميه تي اي ام والنوع الثاني اس اي ام. تي اي ام يعني ترانزميشن الكترون مايكروسكوب، واس اي ام يعني سكاننج الكترون مايكروسكوب. طيب ايش الفرق بين هذول النوعين؟ الفرق بيناتهم بالصورة اللي بيكون لي إياها، الفرق بيناتهم بقوة التكبير، وإيش التفاصيل اللي بيصور لي إياها من العين بالضبط. هسا تي إي إم بيعطيني صورة 2D. طيب تي بيعطيني 2D، حلو الاختصار زي هيك. طيب ال تي إي إم بيعطيني صورة ثنائية الأبعاد. طيب بما إنه بيعطيني صورة ثنائية الأبعاد معناته أنا بشوف تفاصيل العينة، ما بشوف السطح الخارجي، بشوف التفاصيل. فهو بيعطيني صورة للعينة، يعني بيعطيني صورة للالترا ستراكشر اوف ذا سيل، يعني للتفاصيل الداخلية للعينة. قوة التكبير لوين ممكن توصل؟ ممكن توصل قوة التكبير ل 20 مليون ضعف، يعني أرقام مقارنة بالكومباوند مايكروسكوب، يعني الكومباوند مايكروسكوب ما بيقرب إشي. طيب بالاس اي ام هون الفرق انه بيعطيني الاس اي ام بيعطيني صورة ثلاثية الأبعاد. بما انه بيعطيني صورة ثلاثية الأبعاد معناته انا بصور الجزء الخارجي، فهو بيعطيني topography image for the surface of the cell، بيعطيني سطح السيل surface of the cell. طيب قديش قوة التكبير توصل؟ لعشرين ألف ضعف، هذا 20 مليون، هذا 20 ألف. طيب هسا بالنسبة للإكس راي مايكروسكوب، الإكس راي مايكروسكوب بيستخدم أشعة إكس أو بيستخدم الأشعة السينية، فهو بيستخدم أبيم حزمة من الإكس راي to create image، يكون الصورة. الريزوليوشن تاعه بيكون أعلى من الريزوليوشن تبع الأوبتيكال مايكروسكوب. طيب بما انه الريزوليوشن تبعه اعلى فاكيد قوه التكبير تاعيته اعلى. اخر نوع من انواع الميكروسكوبات اللي هي سكاننج اكاوستيك مايكروسكوب. سكاننج اكاوستيك مايكروسكوب بيستخدم الامواج الصوتيه ساوند ويفز تو كريت ايمج، بيستخدم الامواج الصوتيه لعمل الصوره. فمراجعه سريعه، عندنا اوبتيكال مايكروسكوب وله عده انواع. مبدا عمل الاوبتيكال مايكروسكوب انه بيستخدم اما ضوء مرئي او ضوء غير مرئي. الكترون مايكروسكوب بيستخدم حزمه من الالكترونات. السكاننج اكاوستيك مايكروسكوب بيستخدم مجموعه من الموجات الصوتيه، والاكس راي مايكروسكوب بيستخدم الاشعه السينيه. طيب هسه خلينا نحكي عن اجزاء المايكروسكوب اللي هو الموجود، المايكروسكوب الموجود بالمختبر ايش نوعه؟ كومباوند مايكروسكوب. خلينا نعرف عن اجزاء الكومباوند مايكروسكوب. طيب قبل ما نيجي هيك ونصف الحكي ونركز على الكتابه، خلينا هيك نشرحه. طيب هسا احنا اول جزئين عرفناهم تقريبا، يعني اللي هو هذا الجزء ايش سميناه؟ الجزء هذا سميناه الاوكيولار لينس او الاي بيس لينس، اللي هي العدسه اللي بتكون قريبه من عيون. طيب العدسه الثانيه هاي ايش سميناها؟ هاي العدسات ايش سميناها؟ هاي العدسات اوبجكتيف لينس، واللي هي العدسه الشيئيه القريبه من الشيء اللي انا بدي اشوفه. طيب انا وين بحط العينه؟ بحط العينه هون. هذا الاشي اللي انا بحط عليه العينه ايش اسمه؟ اسمه ستيج. طيب هسا انا بدي احط العينه هون، تمام؟
كيف بدي أثبتها؟ بثبتها باستخدام هذا الجزء اللي هو اسمه إيش؟ اسمه ستيج كليبس، اللي هي زي دبابيس بتثبت العينة مشان ما تفلت أو مشان ما تضلها تزيح. طيب لحد هسه عرفنا الستيج وعرفنا الستيج كليبس. طيب هسه الأوبجكتيف لينس بنلاحظ إنها مثبتة. ملاحظ أول إشي إنه في عندنا أكثر من أوبجكتيف لينس، عندي هاي واحدة، هاي ثنتين، والثالثة هي جاية لورا. طب أنا كيف بدي أزيح بين العدسات وأختار عدسة أنا بدي إياها؟ من خلال الريفولفينج نوز بيس. هاي الحلقة هي عبارة عن حلقة، يعني الريفولفينج نوز بيس هي عبارة عن حلقة أنا بقدر أتحكم من خلالها بنوع الأوبجكتيف لينس أو بمقدار الأوبجكتيف لينس اللي أنا بدي أختارها. طيب هسه هذا الجزء بسميه الارم اللي هو ذراع الميكروسكوب. بستخدم يعني انا لما بدي امسك الميكروسكوب بحط ايدي على الارم والايد الثانيه على القاعده. طيب فهي ارم اوف ذا مايكروسكوب وهي البيس تاعت الميكروسكوب. طيب نيجي لهون، هاي احنا حكينا عن هاي انها الاوكيلار لينس، وحكينا عن الاشي اللي هون، هذا الجزء اللي هون هو دايبولر ادجستمنت، هو عباره عن اداه انا بستخدمها بس هيك مشان اقرب العدستين لبعض تاعت الاوكلر لينس او ابعدهم عن بعض. طيب هذا الجزء ايش اسمه؟ بسميه الهيد اوف مايكروسكوب، هو راس الميكروسكوب وله اسم ثاني اسمه البادي تيوب. طيب حكينا عن هذا كلياته، ضل هون عندنا مجموعه اشياء. هذا مصدر الضوء، من هون مصدر الضوء بيطلع للعينه. هذا مصدر الضوء ايش بسميه؟ لايت سورس او بسميه لايت بلب. طيب هون الضوء وين راح يتجمع؟ راح يتجمع في جزء اسمه الديافرام، بعدين بطلع للعين. طيب هذا الجزء هي زي بكرة، شايفين هذا الجزء؟ هذا اللي هون، هذا الجزء اللي هون، هاي عبارة عن بكرتين بس متصلات ببعض. طيب البكرة الكبيرة هاي بستخدمها عشان أعلي الستيج لفوق أو أنزله لتحت. طب إيش الفرق بين الثنتين؟ بالكورس فوكس نب اللي هي بتعلي الستيج للأعلى أو بتنزله للأسفل بس بمقدار كبير، يعني هيك بتعلي أو بتوطي. بالفاين فوكس نب، فاين يعني دقيق، فهي بتعلي شوي أو بتنزله شوي. طيب هذا هو الفرق بيناتهم، هن بيكونوا جوا بعض، يعني هاي الكبيرة بتكون كورس فوكس نب والجوات الصغيرة هيك بتكون لبراني شوي، بسميها الفاين فوكس نب. طيب إذا أنا بدي أزيح العين لليمين أو لليسار، او بدي ازيح الستيج لليمين او لليسار، ايش بستخدم؟ استخدم الميكانيكال ستيج ناب. احنا حكينا الكورس فوكس ناب او الفاين فوكس ناب بعلي الستيج للاعلى او للاسفل، اما لليمين واليسار بستخدم الميكانيكال ستيج ناب. هيك حكينا عن اجزاء الميكروسكوب كاملا. ضل اخر واحدة اللي هي البرايتنس ادجستمنت، اللي هي هنا انا بتحكم بمقدار الضوء، هي عبارة عن بكرة صغيرة، هاي 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 عبارة عن بكرة صغيرة أنا بستخدم لشدة الضوء، يعني بقدر أتحكم بشدة الضوء بعليه أو بوطي. طيب هيك حكينا عن أجزاء الميكروسكوب، هنا رح نمشي عليها بشكل سريع لما إحنا فصلنا النقاط كلها. الستيج اللي هو سبورت سلايد، يعني هو بدعم السلايد، بحط عليه السلايد، بحط عليه الشريحة، بحط عليه العينة، بيكون مثبت بتو ستيج كليب اللي هي الدبابيس عشان يثبت لي العينة. طيب وبقول لك انه الضوء بمرق من خلاله للعينه، بقول لك انه اللايت كان باس ثرو ذا سبيسيمن اولويز سنتر ذا سبيسيمن اوفر ذا ذس هول، بيكون مركز السلايد او مركز الستيج، بحط العينه على مركز الستيج، ومركز الستيج هذا بيكون عليه مصدر الضوء. طيب الفاين فوكس ادجستمنت نوب هاي حكينا عنها ان انا بستخدمها هي مشان تعلي لي الستيج او توطيه للاسفل، لكن فاين يعني دقيق يعني بدرجه خفيفه. تمام make final or fine focusing on specimen عشان اعمل فوكس على specimen، بعليها شوي او بوطيها للاسفل لكن بدرجات خفيفه. متى انا بستخدمها؟ بستخدمها مع العدسات الكبيره. ليش؟ هسه العدسه حجمها كبير، هيك تخيلوا هاي عندي الاوبجكتيف لينس وهاي عندي الستيج. طيب انا لو بدي اكبره هيك بمقدار كبير او انزله هيك، هنا ممكن الستيج يخبط بالأوبجكتيف لينس إذا كانت كبيرة. فليش أنا هنا بستخدم الفاين الفوكس أدجستمنت نوب؟ مشان ما تخبط فيها، بس هيك أعليه بمقدار بسيط. فأنا بستخدمها مع العدسات الكبيرة اللي قوة تكبيرها 100، وبستخدمها مع طبعا العدسة اللي قوة تكبيرها 100 إيش بسميها؟ بسميها الإميرجن لينس، أويل إميرجن لينس، هي عدسة زيتية تستخدم الأويل. والعدسة اللي قوة تكبيرها 40 بسميها هاي دراي أوبجكتيف لينس. تمام فانا بستخدم الفاين فوكس ادجستمنت نوب مع هذول العدستين.
الكورس فوكس ادجستمنت نوب هي بستخدمها للعينه برضه عشان اعليها اعلي الستيج او اوطيه للاسفل، لكن مع العدسات الاصغر شوي. بقدر استخدمه مع العدسه اللي قوه تكبيرها 4 لانها بتكون صغيره، والعدسه اللي قوه تكبيرها 10، وبرضه بقدر استخدمها مع العدسه اللي قوه تكبيرها 40 بعض الحالات، لكن ابدا 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 ما بستخدم الكورس ادجستمنت نوب او الكورس فوكس ادجستمنت نوب مع العدسه اللي قوه تكبيرها 100. ليش؟ لانه حجم العدسه كبير. طيب وسلفنا عن الميكانيكال ستيج كنترول او الميكانيكال ستيج نوب اللي هي لما نزيح الستيج لليمين او اليسار. هون بقول لك انه تتحكم بالموفمنت تاعت الستيج، وبالتالي لما انا اتحكم بحركه الستيج لليمين او اليسار زي كاني قاعد بحرك العينه او بحرك السلايد لليمين او لليسار. هون بنحرك رايت اور تو ذا ليفت او فايس فيرسا او العكس صحيح. طيب ذا ارم اللي هي ذراع الميكروسكوب هو بيجي كيرت، بيجي منحني. بستخدمه ليش؟ هو ايش وظيفته؟ بيعمل سبورت للابر بارتس اوف ذا مايكروسكوب، بيعمل دعم للاجزاء العلويه من الميكروسكوب. يعني هسه شوفوا الاجزاء العلويه اللي هون، الاجزاء العلويه اللي هون هي وين مرتكيه؟ مرتكيه على الارم اوف ذا مايكروسكوب، فهو عاملها زي دعم. الديافرام او الايرس ديافرام حكينا انه هي بتتحكم بكميه الضوء اللي بتطلع من مصدر. يعني هسه عندي مصدر الضوء، وحكينا انه مصدر الضوء راح يطلع على العينه، بس قبل ما يصل للعينه ايش راح يخبط؟ راح يخبط بالديافرام. الديافرام بتحكم بكميه الضوء اللي ممكن انها تخترق هاي العينه، مش كميه الضوء الصاعده، لا بكميه الضوء اللي راح توصل للعينه. طيب البيس حكينا عن هالبيس اللي هي القاعده، هي الستاند للميكروسكوب، وهي بيكون في جواتها مصدر الضوء. هاي البيس هاي مصدر الضوء، يعني هي تحتوي على مصدر الضوء. واللايت سورس احنا قلنا انه هو عباره عن بيكون ضوء مرئي او كهربائي صغير، وانا بتحكم فيه باللايت سويتش. اللايت سويتش اللي هي كبسه الاون والاوف عشان انا ادير الضوء او اطفيه، او ادير الميكروسكوب او اطفيه. هيك احنا حكينا عن اجزاء الميكروسكوب بالتفصيل. طيب هسا انا لو بدي اشوف عينه تحت الميكروسكوب، بدي استخدم الكومباوند مايكروسكوب جوا المختبر وبدي اشوف انا العينه. اول شيء انت لازم تتبع ارشادات المشرف تاع المختبر، احسن ما تاكل بهدله يعني، وعشان ما تفشل التجربه برضو اكيد. طيب ايش الخطوات؟ اول خطوه بحكي لك انت بتثبت العدسه او بتثبت العينه. بجيب العينه وبثبتها بالكليبس تاعتها، بجيب السلايد بحطه على الستيج وبثبته بالكليبس او اللي هي الدبابيس تاعت الستيج. بعدين ببلش اشغل مصدر الضوء وبخليه على مركز العينه، مصدر الضوء خليه مواجه لمركز العينه. وبعدين بخلي الستيج على اسفل نقطه معين، يعني اسفل نقطه ممكن. الستيج بيكون نازل على اسفل مقدار ممكن، بيكون نازل لتحت. بعدين انا ببلش اعلي فيه اعلى اعلى. طيب هاي النقطة الرابعة. أكيد هو ما راح يجيب لك سؤال إنه اذكر لي خطوات استخدام الكومباوند مايكروسكوب، أسئلتكو هي أكيد ضع دائرة، فيعني ما راح يجيب لك هيك أسئلة، بس أنا قاعد بحكي لك الخطوات على أساس إنه تكون أنت فاهم إيش قاعد تعمل جوا اللاب. طيب هسا بعدين أنت بتبلش في أسفل نقطة معينة أو the lowest light intensity، بيكون الضوء مقداره أقل ما يمكن. ما ببلش بمقدار ضوء كبير، أنا ببلش أزيد فيه أول بأول، ببلش بأقل مقدار ضوء. فلو سألك ممكن يسألكونا بالامتحان على نقطة زي هاي، أنه بحكي لك أنه أنت لما تبلش استخدام الكومباوند مايكروسكوب استخدمه بمقدار ضوء عالي، لا بتحكي له the lowest light intensity، بتستخدم بتبلش بإيش؟ بأقل كثافة ضوء ممكنة. طيب وببلش برضه، يعني دائما يا جماعة لما أنت تبلش بإشي خفيف، بعدين هيك زي كأنك قاعد بتحمي وتبلش بعدين بإشي أعلى. فأنا ببلش بكثافة ضوء قليلة، وببلش كمان بأوبجيكتيف لينس قوة التكبير تاعتها 4 اللي هي أقل أوبجيكتيف لينس ممكن، اللي هي أصغر أوبجيكتيف لينس. طيب تمام حسنت هيك، بعدها بتشوف العينة. وبعدين ما تخلي يعني أنت لازم تتحكم بمقدار الفوكس بشكل كويس، وما تخلي الستيج ما تعليه أو توطيه بمقدار كبير وأنت مستخدم الأويل إميرجن لينس. طيب هنا في عندي اللي هو الميكروسكوب بسميه ديسكتنج مايكروسكوب، أجزاءه ما بتختلف عن أجزاء الكومباوند مايكروسكوب تقريبا. يعني في عندي هنا الأوكيولار لينس، في عندي هنا
الارم، في عندي هون الفوكس كنترول اللي هي الكورس ادجستمنت نب او الكورس فوكس ادجستمنت نب، وعندي الفاين فوكس ادجستمنت نب، هم هون مختصرينها بمصطلح واحد. هنا كبسة الباور الاون والاوف، هنا البيس، هنا انا بحط هون الستيج. بس شوفوا هون الفرق بينه وبين الكومباوند مايكروسكوب، انه هون الستيج ملصق بالبيس مش زي بالاول. هنا في عندنا الاوبجكتيف لينس، هون الهيد، هنا عندنا الستيج، هنا عندنا ستيج كليبس اللي هي بثبت فيها العينه، هاي الدبابيس طلعوا عليها، انا هون هيك هاي زي الملقط يعني بستخدمه عشان اثبت العينه. هون عندي الاوبجكتيف لينس حكينا عنها، وعندي هون الارم. طيب هسه مبدئيا خلوا هذا الموضوع شوي لحظه اساس نخلص كل شيء متعلق بالمايكروسكوب بعدين نرجع لها. طيب هاي هيك. طيب هسه انا بدي اشوف، في عندكم تجربه انكم تشوفوا حرف الاي تحت الميكروسكوب؟ هسه الصوره تحت الميكروسكوب بتكون مقلوبه، بتكون مقلوبه من اسفل الى اعلى، يعني الاشي اللي من فوق بتشوفه تحت. يعني انا عندي حرف الاي، هذا هو حرف الاي بالوضع الطبيعي صح؟ تحت الميكروسكوب انا كيف راح اشوفه؟ راح اشوفه بهاي الصوره، تمام؟ هاي النقطه يعني مهمه كثير. طيب ايش المواد اللي انت ممكن تحتاجها لما انت بدك تشوف حرف الاي؟ اكيد ما راح اسالك ايش المواد اللي انا بحتاجها، بس خليني احكي لك انت عشان تكون فاهم ايش راح تعمل باللاب. راح تحتاج حرف الاي نفسه، راح تحتاج الكفر سليب. الكفر سليب اللي هي غطاء شفاف بحطه فوق العينه، تمام؟ بحتاج لمي، بحتاج لدروبر، دروبر اللي هي القطاره يعني عشان اقطر المي عليها، وبحتاج اللي هي انه كليت مايكروسكوب سلايد يعني شريحه نظيفه، شريحه مايكروسكوب نظيفه. وبحتاج كمان ديسينتنج نيدل اللي هي زي الابره على اساس اني انزل عليها الكفر سليب اللي هي الشريحه الشفافه بشكل بسيط، اتحكم بالزاويه اللي انا بنزل فيها هاي الشريحه. وبحتاج كمان الكومباوند مايكروسكوب عشان اشوف يعني التجربه كلها على بعضها، يعني صراحه مهم جدا. المهم الاجراءات، اول شيء ببلش، طبعا خلينا نطلع صور بعدين نرجع. ببلش اول شيء بحط السلايد على الميكروسكوب وبحط عليه قطرتين من المي. بعد هيك بعد ما احط عليه قطرتين من المي ببلش انزل عليه بحط عليه الحرف، تمام؟ بعد ما احط الحرف على قطرتين المي هذول بجيب الشريحه الشفافه او الغطاء الشفاف اللي هي سميناها كفر سليب، وببلش انزلها بزاويه معينه اللي هي زاويه 45. ببلش انزلها على الشريحه اول باول زي ما احنا شايفين هون. احنا هون اول شيء جبنا حطينا قطرتين مي، بعدين حطينا حرف الاي نفسه، بعدين ايش عملنا؟ بلشنا نغطي حرف الاي بايش؟ بالكفر سليب، هي باستخدام الكفر سليب. طيب قديش كانت الزاويه؟ 45 درجه. وبلش انزلها اول باول. ليش 45 درجه وليش اول باول؟ مشان ما يتكون فقاعات للهواء جوا داخل الشريحه، عشان هيك لازم تنزلها بدرجه 45 وتبلش تنزلها اول باول. طيب lower the cover slab slowly with an angle to prevent the trapping of air bubbles، يعني عشان ما يتكون فقاعات هواء. بعدين انت بتبلش تشيل المي الزايده، وانت هيك خلص بتقدر تشوف الشريحه تحت الميكروسكوب. فهو بيحكي لك انه هون انت بتضيف، طيب هو نفس الكلام الموجود هون بس مفرغ هون، فيعني ما في داعي نعيد نفس الحكي. انك انت ببساطه بتحط الشريحه، تحط عليها قطرتين مي، تحط الحرف، بعد ما تحط الحرف بدك تغطي الحرف هذا بالكفر سليب، بس بتغطيه بدرجه 45، بعدين بتبلش تنزلها اول باول مشان ما يتكون فقاعات هواء. بعدين انت خلاص انت بتنظف المي الزياده حول الشريحه، وخلاص انت هيك قادر انك انت تشوف الحرف. طيب هسه هذا هو حرف الاي الحقيقي، وهيك انا بقدر اشوفه تحت الميكروسكوب. لما انا استخدم قوه تكبير مقدارها 40 انا بقدر اشوف حرف الاي كامل، بس لما ازيد التكبير اكثر صرت اشوف اجزاء بس من حرف الاي. لما زدت التكبير لدرجه انه يوصل ل 400 معناته هذا انا بلشت اشوف بس جزء، يعني لو تورجي لحدا هاي ما راح يعرف انه هذا حرف الاي، فاهمين كيف؟ هذا اللي هو احنا حكينا عنه بالمايكروسكوبيك فيلد، اللي هو المجال، مجال الرؤيه تحت الميكروسكوب، انه كل ما زاد التكبير بتقل مجال الرؤيه. ليش؟ لانك انت صرت تركز على تفاصيل معينه. طيب هسه بس بدي احكي ملاحظه سريعه بخصوص قوة التكبير. مش احنا حكينا التوتال ماجنيفيكيشن يساوي قوة الماجنيفيكيشن للأوبجيكتيف لينس ضرب الماجنيفيكيشن للأوكيلر لينس؟ خلينا نكتبها، التوتال ماجنيفيكيشن يساوي الماجنيفيكيشن
يساوي الماجنيفيكيشن تبع الأوبجكتيف لينز ضرب الماجنيفيكيشن تبع الأوكيار لينز. طيب هسا احنا حكينا عن الأوبجكتيف لينز انها ممكن تكون 4، ممكن تكون 10، ممكن تكون 40، تمام. طب الأوكيولار لينز كم ممكن تكون قوة التكبير تاعتها؟ إذا ما حكى لك عنها بالسؤال أنت افترضها 10، هي أساسا 10 يعني، إلا إذا هو حكى لك السؤال غير هيك، لكن أنت بتفترضها. إذا ما حكى لك عنها بالسؤال خلاص أنت بتفترض إنه هاي المعلومة بديهية بالنسبة لك، والأوكيولار لينز قوة التكبير تاعتها 10. فعشان هيك مثلا هنا إيش العدسة اللي استخدمناها هون؟ هنا عدسة قوة التكبير تاعتها 4، بس مع الأوكيولار لينز اللي هي 10 ضربناهم بعض صارت 40. هون نفس الشيء، هون قوة هاي العدسة قوة تكبيرها 10، هاي العدسة قوة تكبيرها 40، بس مع الأوكيولار لينز مع لما ضربتها هاي بعشرة وهاي بعشرة صارت قوة التكبير هنا 100، هنا قوة التكبير 400. طيب هسا آخر موضوع بخصوص الميكروسكوب اللي هو إنه شو إيش أنت لازم تدير بالك لما أنت تستخدم الميكروسكوب، وبعد ما تخلص الميكروسكوب إيش أنت لازم تعمل. أول شيء أنت بدك تحمل الميكروسكوب بعديك الثنتين، تستخدم أديك الثنتين، واحدة بتستخدمها تحت البيس يعني تحت القاعدة، والثاني بتمسك شو فيها الارم، تمسك فيها الارم تاعيت الميكروسكوب. طيب بتحمله الى باتجاه الاعلى، ميكروسكوب باتجاه الاعلى اكيد مش باتجاه موازي هيك العجنب ولا اشي زي هيك، ما تقلبه، بتحمله باتجاه الاعلى وباتجاه بارالل يعني موازي تو يور بادي، يعني باتجاه موازي لجسمك هيك لقدامك. بتحط الميكروسكوب على البنش اللي هو الطاوله تاعيت المختبر، لكن بتخليها away from the edge يعني بعيده عن الحفه عشان ما يقع الميكروسكوب. بقول لك don't drag or show off the microscope، يعني ما تحف الميكروسكوب او ما تسحبه سحب، انا بدي احرك الميكروسكوب ما بسحبه زي هيك، لا بحمله بعدين بسحبه، يعني بحمله برفعه رفع ما بسحبه سحب، ما بجره جر. طيب وبعدين هون بقول لك switch on off the microscope from the microscopic switch not from the main electric switch، يعني انا لما بدي اشغل الميكروسكوب بكبس على كبسة الاون او الاوف لما بدي اشغله او اطفيه، ما بسحبه من الفيش مباشرة. طيب النقطة الأخيرة بحكي لك إنه أنت لازم تنظف الميكروسكوب بورقتين بنسميهم two paper lens. ليش ورقتين؟ ورقة خاصة بالoil immersion lens العدسة الزيتية، هاي ورقة لحال، وباقي أجزاء الميكروسكوب إلى ورقة ثانية. طيب الورقة الأولى بستخدمها عشان أنظف الأوبتيكال بارت اللي هي الميكروسكوب مثل الاي بيس اللي هي العدسة الأوكيلر لينس والأوبجكتيف لينس والكوندنسر المكثف ومصدر الضوء، بستخدمه هذا كله بنظفه بورقة واحدة، تمام. ما بنظف فيه بقول لك except the oil immersion lens، ما بنظف فيه الoil immersion lens. الoil immersion lens العدسة اللي قوة تكبيرها احنا العدسة اللي قوة تكبيرها اكبر ما يمكن، بستخدم لها ايش ورقة لحالها اللي هي بقول لك the second يعني the second paper الورقة الثانية for oil immersion lens. طيب بعد ما تخلص استخدامك للميكروسكوب بتنظف الميكروسكوب، بحكي لك انه انت بتخلي الستيج على اخفض نقطة ممكنة، بترجعه زي ما انت بلشت فيه، بتخليه على اخفض نقطة ممكنة، بتخلي العدسة اصغر عدسة موجودة اللي هي قوة تكبيرها 4، وبتخليها بتحط الاسلاك بشكل مرتب بشكل تايدي وما بتخليها يعني عشوائية، بترجع الميكروسكوب لمكانه للكابين تاعيته، بعدين put the microscope on cabin in such a way of the microscopic form faced out. طيب يعني انت بتحط الميكروسكوب بطريقة هاي البيس هاي الارم، بتحط الميكروسكوب بطريقة تكون الارم لبرا، يعني انا لما اجي عشان انا لما اجي على الطاولة الاقي الارم اللي بوجهي، امسكه من الارم واحط ايدي تحت البيس، مش تكون الارم بعيدة عن الشخص اللي بده يجي بعدك ويستخدمه. هيك احنا بنكون خلصنا كل شيء بتعلق بخصوص الميكروسكوبات، بس ضل علينا موضوع حكينا انه رح نرجع له اللي هو الاميبا. الاميبا ببساطة هي عبارة عن كائن حي احادي الخلية في جواته نواة حقيقية. طيب فبحكي لك الاميبا هي يوني سيليولر يعني كائن، يوني يعني احادي وسيليولر يعني خلية، فهو كائن احادي الخلية يوكاريوتك. هسه بحكي لكم ايش يعني يوكاريوتك وذ ترو نيوكليوس مع نواة حقيقية. ايش يعني يوكاريوتك؟ هسه الكائنات الحيه بتنقسم عندنا لا يوكاريوتك او بروكاريوتك. اليوكاريوتك هي الكائنات الحيه الحقيقيه النواه، البروكاريوتك هي كائنات حيه بدائيه النواه. طيب النيوكليوس تتحكم بانشطه الخليه عشان تخليها حيه، فبقول لك انه النيوكليوس كنترول اول سيلولار اكتيفيتيز، تتحكم بجميع انشطه الخليه
اللي تحتاجها الخلية مشان شو؟ تو ستي أليف، عشان تظلها الخلية على قيد الحياة. طيب الأميبا عندها إشي بسميه الأقدام الكاذبة، أو بسميه السودوبوت. سودو يعني كاذب، وبوتس يعني أقدام. فالأقدام الكاذبة هي عندها الأميبا أقدام كاذبة، بتساعدها بشغلتين. بتساعدها لما نحكي أقدام كاذبة معناته هي بتساعدها إشي بديهي، بتساعدها بالحركة، بتساعدها بإشي ثاني إنها بتساعدها بالتغذية بالفيدينج أثناء عملية الفاجوسايتوسيس. فالسودوبوت موجودة عند الأميبا اللي هي الأقدام الكاذبة، بتساعدها بالموفمنت يعني بتساعدها بحركة الخلية، وبتساعدها بالفيدينج أثناء عملية الفاجوسايتوسيس. طيب اسم الحركة تاعيت الأميبا بسميها جرولينج موفمنت، بسميها جرولينج موفمنت. طيب الأميبا هسه شايفين الأميبا هسه ال ايش بسميه الحيز، نسيت اسمه يا الله، الحيز اللي داخل الخلية بسميه سيتوبلازم، نسيت اسم كنت تحكي الفراغ بس يلا. الحيز الموجود داخل الخلية بسميه سيتوبلازم، هذا الحيز بسميه سيتوبلازم. بحكي لك السيتوبلازم تبع الأميبا مكون من جزئين، الجزء الخارجي اللي هو أنا بسميه الإكتوبلازم، هذا هو الجزء الخارجي بسميه الإكتوبلازم، والجزء الداخلي هذا إيش بسميه؟ بسميه الإندوبلازم. طيب هسه الأميبا عندها فجوات، واحدة بسميها الفود فاكيول اللي هي من اسمها فود لتخزين الأكل، فهي فود فاكيول عشان تخزين الأكل. وفي عندها فجوة ثانية بسميها الكونتراكتل فاكيول اللي هي هاي كونتراكتل يعني كونتراكتايل يعني من الكونتراكت يعني من الانقباض، فهي بتستخدمها الأميبا عشان تتخلص من المي الزايدة. طب لما تتخلص من المي الزايدة معناته هي بتحافظ على الاسموزية الخاصة بالأميبا. فبحكي لك انه الأميبا عندها فجوتين، فجوة بسميها الكونتراكتل فاكيول، والفجوة الثانية بسميها الفود فاكيول. الفود فاكيول ستورج اوف فود، والكونتراكتل فاكيول اللي هي ريموف ذا اكسس ووتر، التخلص من المي الزايد. هذا الشيء بيحافظ او بينظم، بعمل ريجوليشن للاوزموتيك بريشر للضغط الاسموزي، او بسميها الاوزمو ريجوليشن التنظيم الاسموزي. هيك احنا بنكون خلصنا الاشياء المطلوبه او الاشياء اللي ممكن تنسالوا عنها بالامتحان، وكل شيء بتعلق بخصوص الميكروسكوب. ضل علينا نحكي هيك بشكل سريع عن موضوع اللاب سيفتي او اجراءات السلامه العامه اللي احنا لازم نتبعها خلال تواجدنا في المختبر. ومره ثانيه باكد الدكتوره هي اللي حكت لي انه اللاب سيفتي ان شاء الله ما راح يجي عليه ولا اي سؤال، لكن انا يعني هيك للاحتياط هيك عشان نكون ضامنين كل شيء ان شاء الله ما راح ياخذ منا وقت. هسه لما انت تكون جوا المختبر لازم تاخذ او لازم تكون مهتم بثلاث امور او باربع امور، اللي هو الموضوع الاول موضوع الناس، الموضوع الثاني موضوع اللاب نفسه، الموضوع الثالث هو موضوع البيئه، والموضوع الرابع هو موضوع التجربه. طيب موضوع الناس بينقسم لقسمين، انك انت لازم تنتبه على نفسك، بدك تحافظ على نفسك وعلى جسمك من اي انجري من اي اصابه او اي اكسيدنت من اي حادث او اي عارض ممكن يصير او ياثر على صحتك، وبدك تدير بالك على يور كلاسميت على زملائك الموجودين داخل المختبر اللي انت لازم تدير بالك على سلامتهم، وعلى يعني بعد ما تدير بالك على سلامتك لازم تدير بالك على سلامه الاخر. طيب فين لازم تنتبه على موضوع اللاب؟ اللاب انت المكان اللي بتشتغل فيه لازم يكون كليند، يعني لازم يكون نظيف، لازم يكون منظم اثناء عملك واثناء شغلك وبعد شغلك في المختبر، ولازم يكون اللاب خالي من اي شيء ممكن يسبب خلل او ممكن يسبب حادث معين او ممكن يسبب عرض طارئ معين. ولازم تخلي بيئه اللاب بعيده عن التلوث، يعني خالي من التلوث without any pollution. طيب outdoor environment يعني البيئه الخارجيه، لازم انك تحافظ على البيئه الخارجيه خارج اللاب برضو انك تحميها من التلوث، يعني ما تسبب تلوث لهذه البيئه. والإشي الرابع اللي هو أنت لازم تهتم فيه اللي هي تجربتك نفسك، يعني التجربة اللي أنت لازم تعملها، لازم أنت تعمل التجربة بشكل صح، تتبع الإجراءات الخاصة بالتجربة، وبنفس الوقت ما تتردد أنك تسأل مشرفك إذا أنت ما كنت عارف خطوة معينة، لأنه أنت إذا صرت تتفلسف من عندك يعني آسف بس أنه ممكن تجربتك تخرب. طيب هسه أنت لما بدك تروح على اللاب كوت لازم تكون لابس عدة أشياء. إيش اللي لازم تكون لابسه أو أهم إشي أو الإشي الوحيد اللي مندقق عليه هو اللاب كوت. اللابكوت لازم، طيب شو رايكم نمر عليها بشكل سريع لانه صراحه نقاط بديهيه كثير. هسه انت لازم بدك تروح على اللاب، بدك تكون لابس اللابكوت. اللابكوت شو لازم يكون؟ لازم يكون كلوزد، لازم يكون مسكر. لازم تلبس
لونج بانتس يعني معطف طويل، وكفر تشوز يعني الحذاء تبعك يكون مسكر، وشعرك لازم تكون مربوط للخلف. هذا يعني بتخص البنات، انه يكون الشعر مربوط للخلف. ليش؟ عشان ما يسقط الشعر خلال مصدر اللهب او خلال جوه التجربه. طيب ممكن تلبس انت جاجلز، جاجلز اللي هي نظارات الواقيه اللي هي زي هذول، بتكون شفافه. ممكن انت احيانا تحتاج لجلوفز اللي هي قفازات، وهيرنج بروتكشن اللي هي السماعه مشان تحمي اذانك في بعض التجارب. طيب انت هنا كومن سنس، يعني كومن سنس بدك تستخدم التفكير البديهي او التفكير السليم، يعني هيك بدك تكون مفتح شوي، بدك تشغل عقلك، مش يعني اشي بديهي، اشياء بديهيه انت لازم هيك تكون نبه لها. كون محضر لللاب واشتغل بهدوء، يعني work quietly، اشتغل بهدوء. بدك تتبع الانستركشنز، تتبع التعليمات تاعت اللاب، ما تاكل، ما تشرب، ما تعلك، ما تدخن جوا اللاب، يعني انت رايح تعمل تجربه مش رايح على كافيه. طيب هسه انا بحكي لك انه don't use lab glassware as a container. glassware اللي هي الوعاء تبع اللاب، تخيل انت تجيب وعاء تحط فيه عصير بدك تشرب فيه، فهو يعني اشياء بديهيه برضه. بحكي لك ما تستخدم هاي الاوعيه كحافظات للاكل والشرب. هون بقول لك ما تعمل اي تجربه بغياب الانستراكتور، يعني بغياب مشرف اللاب ما تعمل اي تجربه. بدك تتبع follow the rules، بدك تتبع التعليمات خاصة تاعت الانستركتور تاعت المشرف. خلي المواد الصلبة keep the solid out of the sink. السنك اللي هو الحوض أو المغسلة، خلي المواد الصلبة برا الحوض أو برا المغسلة. طيب don't lean أو hang over or sit on the lab tables، إنه ما تقعد أو ما تتكئ أو ما يعني ما تدلق على طاولات اللاب. هنا بقول لك انه بتقدر انت تستخدم الثلاجات تاعت اللاب او الحافظات تاعت اللاب على اساس انك انت تحافظ فيها او كتخزين لمواد اللاب مش لاستخداماتك الشخصيه مثل الاكل والشرب. لازم تكون عارف انت ارقام الطوارئ، الامرجنسي فون نمبرز لازم انت تكون عارفهم لحالات الطوارئ. دونت ورك الون ان ذا لاب، ما تشتغل لحالك باللاب، لازم يكون الانستركتور موجود او المشرف موجود. هنا بدك تتبع الاجراءات المناسبه، انت تكون متاكد انك قاعد انت تتبع الاجراءات المناسبه وقاعد ماشي بالخطوات بشكل صحيح، فانت تكون متبع البروبر بروسيجرز. لما تتعامل مع المواد التوكسيك يعني المواد السامه او المواد اللي ممكن تسبب لك ضرر اللي هي الهازاردس ايجنت، اولويز وير ذا ابروبريت جلوفز، لازم انت تكون لابس القفازات المناسبه. افتر بيرفورمينج ان اكسبيرمنت انت لازم واش يور هاند. طبعا يا جماعه لقدام راح يمر معنا كثير بالتجارب انه واش يور هاند، واش يور هاند، غسل ايديك، غسل ايديك، غسل ايديك. يعني ممكن شوي يحكي لك قد ما هو غسل ايديك، ممكن يحكي لك لو صح لك غسل ايديك مي زمزم يعني ما تقصرش. طيب لما انت تستخدم الكيميكالز تاعت اللاب، المواد الكيميائيه تاعت اللاب او تستخدم ادوات اللاب، لازم تخلي أديك بعيدات عن جسمك، تمام؟ keep your hands away from your body. don't perform your own experiment، ما تعمل إجراء خاص فيك أو ما تعمل تجربة خاصة فيك، يعني هيك تجربة على هواك غير التجربة المطلوبة منك. immediately report any accident or injury، مباشرة إذا شفت حادث أو يعني وقوع حادث أو إصابة مباشرة بتروح تبلغ الانستراكتور. طيب clean up before and after the lab، يعني انت لازم تنظف المكان، المكان اللي بدك تعمل فيه تجربة، قبل التجربة وأثناء التجربة لازم تحرص انه يكون منظم، وبعد التجربة برضو لازم تحرص انه يكون نظيف. طيب هنا بقول لك learn and follow the lab rules، برضو نرجع على نفس النقطة، خاصة مع التعامل بالمواد الشارب اوبجكت يعني المواد الحادة، انت لازم تتعامل معها بشكل مختلف عن انك تتخلص منها مثل ما تتخلص مثل الأوراق البلاستيك. هنا بيكون لهم حافظة خاصة بنسميها الشارب كونتينر، فأنت لازم تتخلص من المواد المكسورة أو الزجاج المكسور بحاوية اسمها الشارب كونتينر. هون طبعا بتخبر المشرف لما تيجي تتخلص منها. بدك تلبس الجلاسز أو الجاجلز اللي هي نظارات الواقية في جميع الحالات التي تعمل فيها بالمواد الكيميائية أو المواد اللي بيكون فيها خطر محتمل على عيونك. طيب keep eyes list clear، يعني أنك بدك تخلي الممر نظيف. وبدك تلبس، حكينا عنها، حكينا انه المكان الشغل، المكان اللي بدك تشتغل فيه لازم يكون clean and tidy، يعني يكون نظيف ومرتب. طيب هنا التعامل مع المواد الكيميائية. طيب هنا بقول لك اوعك تنسى، اوعك ترفع
وعك ترفع الأواني الزجاجية أو المواد اللي بيكون فيها كيميائية لفوق مستوى عينك، يعني إنك تعمل فيها زي هيك هذا إشي غلط، بدك تخليها على مستوى عينك أو أقل. طيب إف طيب هون 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 طيب أنا أقول لك في حالة إجا مادة كيميائية تناثرت splashing into your eyes، تناثرت مادة كيميائية لعينك لا سمح الله يعني أو إلى جلدك، مباشرة بتروح تغسل هاي المنطقة بالمي والصابون لمدة 20 دقيقة وبتروح تخبر المشرف الموجود تبع اللاب. ما تخلي أي solvent، يعني ما تخلي أي مذيب يقرب لجلدك أو يلامس جلدك. بدك تقرأ التعليمات الموجودة على كل ليبل أو على كل عينة من عينات المواد الكيميائية، المادة الكيميائية بيكون في عليها ليبل، فأنت بدك بيها تكون قاري هاي التعليمات أو قاري الأمور اللي بتخص الوعاء اللي أنت بدك تستخدمه قبل ما تستخدمه. طيب never take more chemicals than you need. طيب تمام، هسا إذا أنا بدي أطول مادة، عندي وعاء في مادة كيميائية أنا بدي أستخدمها خلال تجربتي، ما بطول كمية كبيرة، بطول كمية على قد التجربة. ليش؟ لأنه أنا لما بدي أطول كمية كبيرة ما بزبط إني أرجعها. هون بالنقطة لقدام بحكي لك إنه لما بدك زاد معك مثلا مادة كيميائية أنا طولتها من الوعاء وزاد معي، ما بزبط إني أرجعها، إنه في مواد كيميائية أصلا خلاص هي بتخرب مجرد ما تعرضت للهواء، أو ما بزبط إنك ترجعها لوضعها للوعاء اللي هو أصلا لسه ما تعرض للهواء. بحكي لك هنا chemicals should never be mixed in sink drains، ما تخلط المواد الكيميائية جوا القطارة. Don't use a single pipette for more one chemicals، انك ما تستخدم نفس القطارة لأكثر من مادة كيميائية. وهنا بحكي لك انه ensure that all chemicals، انه جميع المخلفات الكيميائية all chemical waste is disposed of properly as indicated by your instructor، يعني حسب تعليمات المشرف تبعك انت تخلصت منها بشكل صحيح. طيب don't use your mouth for biting substances، يعني بدك تستخدم القطارة، مش احنا نجيب القطارة بنستخدمها ومنقطر فيها المادة، بقول لك ما تستخدم فمك كقطارة، يعني ما يصير انك انت تشفط شوي من المادة السائلة وتصير تنقط فيها من فمك على التجربة على اساس انه زي قطارة، يعني مش عارف مين ممكن يعمل هيك صراحة. طيب بحكي لك انه هنا بدك تلبس النظارات اللي هي سيفتي جاجلز، النظارات الوقائيه لما تتعامل مع المواد الكيميائيه، صرنا حكينا هاي النقطه 20 مليون مره. بدك تتبع سبيسيفيك انستراكتورز ريجاردينج اول كيميكالز، بدك تتبع تعليمات المشرف. لما بدك تتعامل مع النار هنا الاوبن فليمز اللي هي مصادر او مصادر اللهب او مصادر الشعله المفتوحه، ما بزبط انك تستخدمها بدون موافقه. بدك تخلي درجة، يعني زي ما تقول مسافة أمان بمقدار 36 درجة حول مصدر اللهب أو حول مصدر الشعلة، لازم هاي تكون نظيفة. إذا كان في عندنا فاير دريل، يعني هي تجربة للإطفاء، إذا كان في تجربة للإطفاء بدك تتأكد إنه كل المواد الكهربائية وكل الكونتينرز مسكرات، كل المواد كل المصادر الكهربائية وكل الأدوات الكهربائية لازم تكون مطفية، ولازم تكون الكونتينرز اللي هي الوعاء الحافظ لازم يكون برضو مسكر. طيب anyone wearing تمام، هنا بحكي لك هنا الاكريليك نيلز اللي هي الاظافر الاصطناعيه ممنوع انها تتعامل، البنت اللي بتكون حاطه اظافر اصطناعيه ممنوع انها تتعامل مع مصادر اللهب. وانا بحكي لك اخر شيء don't leave any heated materials unattended، يعني ما تخلي اي ماده ساخنه او ماده فيها حراره دون ما تراقبها. طيب إذا أنت ما تبعت تعليمات المختبر إيش ممكن يصير؟ راح يصير أنك أنت بتعرض نفسك للخطر وتعرض زملائك للخطر، فهو endanger yourself and others in the lab. You could easily ruin your experiment، يعني تجربتك ممكن ببساطة أنها تفشل. You put the lab at the risk of an accident، أنت ممكن هيك تحرض، أنت بتخلي اللاب تحت الخطر، وهذا الإشي ممكن يدمر الأدوات، يعمل damage للإكويبمنت، وبرضه ممكن harm people، يعني يأذي أو يسبب أذى للناس. وايش ممكن يصير كمان اذا انت ما اتبعت التعليمات؟ انك انت suspended، يعني تنفصل او تنطرد or fired. هيك بنكون يا جماعه خلصنا كل شيء بيتعلق بالمحاضره الاولى، يعني تفصيل كامل وشامل لموضوع الميكروسكوب وموضوع اللاب سيفتي. ان شاء الله تكون الشرح سهل وبسيط، سهل وبسيط هيك اثار الشرح، ان شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط، وان شاء الله يعني ما تحتاجوا كثير وقت بعد ما تحضروا الفيديو. حاولت اوضح امور الفهم
قدر الإمكان حتى أنت تكون فاهم إيش قاعد بتحفظ. وإن شاء الله يعني تكون تجربة خفيفة بسيطة عليكم، وانتظرونا إن شاء الله. يعني إن شاء الله الفيديوهات ما راح تكون مقتصرة بس على مجال الشرح، إن شاء الله لقدام راح تكون الأمور أحسن، وراح نتابع معكم الكويزات أول بأول حتى ما تضيعوا ولا أي علامة إن شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله بنشوفكم في فيديوهات جاية.